عندنا هون في عندي كونفير بيلت. اذا نطلع على هذا الكونفير بيلت، في عندي هون بولي، عندي هون بولي ثانيه، والبوليز في عليهم بيلت. البيلت انا هون مسميه ام سي كونفير، يعني من كونفير. فعندي هون الماس، هذا البيلت له ماس، له عرض معين راح يكون طبعا من هون. عندي اوبجكتس، مجموعه اوبجكتس حملتها على هذا البيلت وبدي انقلها، في عمليه معينه بدنا نعملها على هذا البيلت او على هاي الاوبجكتس. فالاوبجكتس بدي احركها ديستانس معينه محدده، راح تمشي الى الامام ديستانس معينه، وبس يمشي الاوبجكتس هاي تمشي الى الامام ديستانس معينه راح اوقف. طبعا الافضل من ناحيه عمليه التصنيع اني ايش اعمل؟ اني ما اوقف هدول. اذا بتطلعوا عمليات التصنيع الحديثه، بحاول انه هم ماشيين التول اللي بدها تعمل عليهم شيء تمشي معهم. عمركم شفتوا هاي الطريقه؟ بيمشي الخط مثلا وبكون بلفوا هدول، وهم بلفوا بدل ما ضل اوقفهم ومشيهم او اوقفهم ومشيهم، بكون بلف معهم قطعه ثانيه اللي بدها تركب مثلا شيء غطايا او تعمل شيء بهاي القطعه، هي نفسها بتلف معهم، مثلا عمالها بتعبي سائل معينه او شيء، فبختصر وقت شديد. بس احنا هون عندنا عمالي بدي امشي مسافه معينه، بدي اقطع مسافه معينه، فكل مره راح امشي اعمل اندكسنج، امشي مسافه معينه، اعمل عمليه معينه على هدول الاوبجكتس وبعدين ارد اكمل مره ثانيه. فالان احنا بدنا نختار ستيبر موتور مناسب. هلا ستيبر موتور احنا عامل هون جيرنج، هلا ليش عملت جيرنج؟ هذا بصير باي ترايل اند ايرور، يعني انا حاطط هون جيرنج، بس انت لو بدك تصمم انت بالواقع بدك تصير تشوف شو السرعه المناسبه هون، شو السرعه المناسبه اللي بعطيني اياها ستيبر موتور. وطبعا بدي ارجع للسبيد تورك كيرف، انا هون بسطت التصميم، ما راح ارجع للسبيد تورك كيرف، راح اخذ تيبلز فيها الهولدنج تورك. لكن اذا بدنا نعمل تصميم بشكل دقيق لازم ارجع للسبيد تورك كيرف واطلع انه على السرعه اللي انا بدي اياها هل بقدر اخذ هذا التورك. ماشي؟ واضح؟ فاهمين هاي النقطه؟ الكل متذكر هذه النقطه؟ الطريقه الصحيحه 100% للتصميم اني ارجع للسبيد تورك كيرف ان ستيب ان 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 بالسز بير سكند، الوحده تبعت هذا الخط، وهذا عندي هون التورك النيوتن متر، وفي عندي كان الكيرف اللي بدي ارجع له، بدي ارجع لهذا الكيرف من هون واتاكد انه على السرعه اللي بدي اياها بعطيني التورك المطلوب. فاذا هلا هون بدنا نعمل المعادلات، بدنا نحسب المعادلات اللي بدها تعطيني ايش التورك المطلوب من هذا المحرك. بدي ارجع على التيبلز تبعت اربع ستيبر موتورز معطيين في هذا المثال. هذا المثال ماخوذ من كتاب لواحد اسمه كلارنس دي سيلفا، يونيفرستي اوف بريتش كولومبيا. كلارنس دي سيلفا والكتاب اسمه ميكاترونكس اند انتجريتد ابروتش. فالمؤلف كلارنس اظن ديسل، والكتاب اسمه ميكاترونكس اند انتجريتد ابروتش. هذا احد الامثله المحلوله في هذا الكتاب موجود لنا. طيب اذا احد الاشياء، اول شيء بدي اطلعه بدي اشوف شو الاكسلريشن المطلوبه مني، لان اذا بدي اطلع الاكسلريشن بدي اطبقها على قانون نيوتن. ايش قانون نيوتن الثاني شو بقول؟ في اللينير اف بتساوي ام اي، مش هيك؟ الريت اوف تشينج اوف مومنتم، الفورس بيساوي الريت اوف تشينج اوف مومنتم. المومنتم هو ام في، ام في دي في على دي تي بتعطيني ام في اي، مضبوط؟ هاي بتساوي اف، هذا قانون نيوتن الثاني، بقول انه اذا حطيت فورس على جسم معين التسارع راح يتناسب مع، او الفورس على الاي راح يعطيني الماس تبعت الجسم. هلا هذا فيه له مقابل دوراني اللي هو تي بتساوي ايش؟ اي في الفا، مظبوط؟ اذا لازم اطلع على الاكسلريشن المطلوب. هلا حسب السؤال معطيني هو الديستنس المطلوب اني اقطعها. انا راح افترض انها تراينجلر وراح اهمل الجيرك، راح اعتبر الجيرك انه انفينيت، فهي تراينجلر ويف فورم راح تطلع معي من هون. هاي تراينجلر ويف فورم ايش المعامل اللي هون؟ اللي هو في اوف تي، يعني هذا حتى ينتقل المسافه هاي، هي المسافه بده ينتقلها من هون لهون، مظبوط؟ بده ينتقل الاوبجكت هون كان، بده ينتقل هون حتى اعمل العمليه المطلوبه، بعدين رد اكمل ينتقل الاوبجكت اللي بعده. الاريا تحت هذا الكيرف شو بتساوي؟ الديسبليسمنت. الديسبليسمنت الديستنس، مش هيك؟ الكل فاهم ليش هاي الديسبليسمنت؟ الانتجريشن تحت الفي تي كيرف اجينست تي، لما بضرب سبيد ايش وحده السبيد؟ متر بير سكند. لما بكامل مش عم بطلع اريا؟ الاريا ايش المساحه؟ عباره عن حاصل الاكس ضرب الاكس في الواي. الواي الاكس ايش؟ زمن. ايش وحدتها؟ سكند. لما بضرب سكند في متر بير سكند شو بتعطيني؟ متر. اذا التكامل تحت الاكسلريشن كيرف بعطيني الفيلوستي، التكامل تحت الفيلوستي كيرف بعطيني ديسبليسمنت. اذا هو طالب هون عندي بالسؤال طالب انه المسافه اللي بدنا نمشيها الديستنس هي 0.1 اوف متر. دي تو بي ادفانسد هي 0.1 اوف متر، اللي هي المسافه ما بين القطعه والقطعه. عشان
فبدي احرك القطع 10 سنتي عشان اعمل عليها عمليه معينه بعدين اروح اكمل امشي كمان. اذا الاريا هاي كلها بدها تكون 0.1. اذا نص. طيب ليش اخترنا تراينجلر؟ لانه اوبجكت. صحيح تمام. انتم هذول جماعه الدرايفز انتم مش هيك؟ ليش اخترنا هذه هون تراينجلر من هون تراينجلر؟ شو الاذر اوبشنز؟ تمام كويس. هذا السؤال سؤال كويس. شو الاذر اوبشنز؟ شو كان ممكن اعمل؟ كيف ممكن امشي هاي القطعه من هون لهون؟ الكل فاهم شو السؤال؟ هلا انا باجي تمام ماشي. هلا ممكن انا اجي اقول انا بدي احركهم من اول مكان لثاني مكان بهذا الشكل. هل هذا ممكن؟ لا لا. ليش؟ انفينيت اكسلريشن ما بينفعش. في شيء انفينيت اكسلريشن مش هيك؟ اذا انا مضطر اعمل اكسلريشن محدود مش هيك؟ لانه في شيء موتور بيقدر يعطيني انفينيت اكسلريشن. انفينيت اكسلريشن معناها ايش؟ انفينيت ايش؟ فورس. ما فيش انفينيت فورس. اذا لازم يكون في عندي اكسلريشن معين. ولما بدي اوقف بدي اعمل بنفس الطريقه. هلا صار عندي يا اما بعمله ترابيزويدال مش هيك؟ يا بدي اعمله تراينجلر. اذا سبيد مش محدوده ايش بقدر اعمل؟ ايش احسن اني اعمل؟ تراينجلر. مين اسرع؟ مين راح يوصلني اسرع؟ اعمل هيك ولا اعمل هيك؟ تراينجلر. اوكي. اذا ما في حد على السرعه العليا اذا انا احسن لي اعمله تراينجلر. انا بعتذر جماعه الدرايفز اني سكتهم عشان نقدر نوصل الفكره. اوكي ماشي. الكل واضح فاهم هاي؟ الكل فاهم هاي؟ السؤال سأله ممتاز منصور محمود منصور. طيب بقول شو البديل؟ مرات انا اذا ما بعرف اجاوب السؤال خليني افكر شو البديل. رح الاقي انه البديل سخيف. مستحيل اني اعمل انفينيت اكسلريشن مش هيك؟ ما في شيء جسم بيقدر يعطيني انفينيت اكسلريشن. بتكسر هو اصلا كله الجسم بتكسر المحرك وما بيقدر اصلا يعطيني اياه. فانا مضطر اعمل فاينايت اكسلريشن. وبعدين يا اما بخلي هدول الاثنين يلتقوا اذا فيش ليميت على التوب سبيد. هلا احيانا راح تلاقي في ليميت على التوب سبيد، هذا المحرك بيقدرش يوصل التوب سبيد. شو بضطر احول الترينجلر اكسلريشن بروفايل سبيد بروفايل لترابيزويد. اوكي. اذا احنا راح نعمل الان ترينجلر بروفايل لان هذا راح يعطيني اسرع اقل وقت، راح يوصلني في اقل وقت ممكن. خليني اشوف اذا هو كمان حاطط علي ليميت بالنسبه للزمن اللي لازم يصير فيه هذا الادفانس. اذا كمان معطيني زمن للادفانس. الزمن هذا كله تي و 0.2 اوف سكند. هذول عباره عن يوزر ريكويرمنتس مزبوط. هذول كانه اليوزر طلبهم منا. قال يعني اليوزر قال لي انا هاي القطعه بدي هذول القطعه. انا عارف شو هم، عارف مثلا القطعه شو هي انينه او شيء مثلا بده يتعبى فيها كميه معينه. عرض الانينه اصلا هي دايمتر معين، فمنطقا لازم احركها بمسافه معينه حتى اقدر اعالج اللي بعدها. هم برضه مش برضه انبوت للسيستم؟ هو انبوت. نعم انبوت يوزر ريكوايرمنت. وكمان عشان العمليه اقدر اطلع عدد القطع المطلوبه مني يعني منطقا لازم امشيها 0.2. يمكن بدي 0.2 سكندز حتى امشيها، ويمكن بدي كمان 0.1 سكند او 0.2 سكندز حتى اعمل العمليه المطلوبه، او 2-3 سكندز يمكن حتى 2-3 سكندز حتى اعمل هولد. بدي اعمل هولد طبعا عشان اعمل العمليه المطلوبه بعدين ارد اكمل واعيد القطعه والقطعه. اذا عندي هلا بوجود الدي اس والتي بقدر اطلع بالاكسلريشن مضبوط. خلينا نطلع الان اذا هلا هذه صارت 0.2 اوف سكند قديش هاي راح تصير؟ 0.1. اذا انا عندي مثلث اللي هو نص المسافه، المسافه من هون لهون هي 0.1 اوف سكند. قديش مساحته هذا المثلث؟ نص. بتكون نص هاي مش هيك؟ فبدها تكون 0.05 اوف متر مضبوط. اذا مثلث عندي قاعدته وعندي مساحته ايش بقدر اطلع؟ ارتفاعه مش هيك؟ مش بقدر اطلع ارتفاعه؟ مش مركزين كلكم معي اللي ورا؟ ولا نسيتوا الهندسه؟ يزيد العبيدي نسيت. لا دكتور انا مركز 100%. طيب بس اليوم في امتحان ماشين. عشان مش قادر تركز. اذا اذا هذه عندي هلا هون هاي راح تصير اسمها في ماكس مضبوط. اذا مساحه المثلث شو بتساوي؟ نص القاعده في الارتفاع. اذا عندي 0.1 في ماكس بدها تساوي 0.05 مضبوط؟ نص تساوي. إذا الاثنين نضربها في 0.5 بصير عندي 0.1 بيساوي في ماكس في 0.1 بتساوي 0.1. إذا في ماكس شو بتساوي؟ 1. إذا هاي السرعة رح نوصلها رح تكون 1 متر بير سكند. أوكي ماشي واضح؟ طيب أنا بدي أتسارع الآن من صفر من زيرو سبيد ل 1 متر بير سكند إن قديش؟ 0.1 أوف سكند. شو بقدر أطلع الآن؟ أكسلريشن. إذا الأكسلريشن المطلوبة هي من زيرو ل او عفوا من واحد لزيرو
على 0.1 مظبوط اللي هي قديش تطلع 10 متر بير سكند سكوير مظبوط. خلينا نتاكد من الريزلت انها مظبوطه. مظبوط 10 متر 10 متر بير سكند سكوير. اذا صار عندي هلا الاكسلريشن جاهز صار هذا جزء راح احطه بعدين في قانون نيوتن مظبوط. اذا خليني هذول احطهم على جنب راح امحي كل هاي وراح احط بس هذا الجزء على جنب. اذا راح نمحي هاي كلها وراح امحي هاي انه فيش عندي مساحه كثير على اللوح. وراح نحط هلا القيمه هاي اللي هي 10 متر بير سكند سكوير. اذا عندي A required او A المطلوبه هي 10 متر بير سكند سكوير. هاي نتيجه مهمه، اول نتيجه مهمه طلعناها منها. اوكي ماشي.